تيجي نخش في الاخبار على طول والكواليس. اتفضل. طيب هواري، اول عنوان معاك فيما يخص الملفات اللي هيشتغل عليها مباشره مجلس اداره نادي الزمالك الجديد. هنتكلم في عدد كبير جدا من الملفات والصعوبات والمشاكل، هيبداوا بيه. طيب هو بكره على طول يا كريم ان شاء الله، يعني التسليم والتسلم هيحصل بكره باذن الله الساعه 4 العصر في نادي الزمالك. اللجنه التنفيذيه الثلاثيه اللي موجوده هتسلم مجلس الاداره الجديد، تحديدا الثنائي كابتن حسين لبيب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه امين الصندوق، هيتسلموا كل حاجه بقى ويبداوا يعني يشوفوا الاوراق، كل حاجه بالخزنه فيها قد ايه، جرد تام، يعني مرحله تسليم وتسلم كامل. عندك معلومه الخزنه فيها قد ايه؟ لا ما عنديش معلومه لسه. كابتن حسين لبيب قال انه هيقول للجماهير وهيقول للاعلام كل التفاصيل. بص اللي انا عارفه ان هيتم الاعلان في بيان رسمي عن يعني كل حاجه هتحصل، بس مش بمجرد الاستلام مباشره، يعني مش بكره ولا ال 48 ساعه اللي جايين، بمجرد ما تحصل مرحله التسليم والتسلم هم عايزين يعملوا اجتماع مجلس اداره على طول عاجل، يعني اول اجتماع ليهم هيقسموا الملفات. كل عضو مجلس اداره هيكون ليه عدد، ده كان حاصل من قبل الانتخابات اصلا يا كريم، يعني هم كانوا لو نجحنا احنا بنتحرك في كذا 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 وكل عضو هيبقى معاه ملفاته، ولكن هناك طبعا ملفات اوريدي في تحرك هيتم مباشره، ابرزها طبعا ملفات فريق كره القدم والالعاب الجماعيه بالكامل، الموظفين في النادي، الرواتب المتاخره، كل ده حاجات هم يخلصوها بشكل عاجل. اللي انا عارفه ان هم عايزين يصرفوا مستحقات اللاعبين، لان لاعبي كره القدم في نادي الزمالك ما خدوش اي مستحقات هذا الموسم. يعني ايه ما خدوش اي مستحقات؟ عشان برضو الناس تبقى عارفه، الفلوس اللي هم خدوها الفتره اللي فاتت كانت مستحقات من الموسم اللي فات، لكن عقد او راتب الموسم الحالي لعيبه نادي الزمالك ما خدوش اي حاجه، فهم هيشتغلوا ده. الناس هتسال على موضوع الصفقات، هنروح له، ولكن اللي انا عارفه ان هي الاولويه في قصه الكوره بالنسبه لهم هي قصه رواتب اللاعبين الحاليين. من ضمن الملفات برضو ملفات القضايا، وده هيكون مع الاستاذ عمرو ادهم عضو مجلس، هيجيب الجهاز الاداري لنادي الزمالك يطلعوا على الاوراق كلها الخاصه بالقضايا، اخرهم قضيه المغربي خالد بوطيب، عشان هم عايزين يكلموا خالد بوطيب يحلوا معاه الامر ودي بعد ما يكون اتقدم استئناف. الكوره والقضايا الخارجيه هم دول اهم ملفين هم هيبداوا فيهم، طبعا بجانب الجانب الانشائي. طب قبل ما ابدا يعني. قبل ما ابدا مع جيمي فتوح وضعه ايه؟ فتوح من ضمن الملفات اللي هم هيتحركوا فيها كريم، أو يعني هم كانوا قطعوا شوط كبير جدا قبل الانتخابات، كنا دايما لما بنتكلم ان في رجال اعمال كان الكلام طبعا على القائمه الموحده، ان هم كانوا بيتحركوا ويقطعوا شوط كبير جدا. هم اوريدي في ديل او اتفاق مع اللاعب، تبقى فيه رتوش بسيطه. انا كنت قلت لك قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان بالارقام الاتفاق او العرض اللي اتعرض على اللاعب من نادي الزمالك هي لوكشه واحده بادجت. وبمناسبة ان احنا اتكلمنا عن فتوح، الكلام ده على لسان احمد فتوح، انا تواصلت معاه هايل وسالته، وده اول مره كلام يتقال على لسان فتوح في الاعلام. هايل يا جماعه، الكلام اللي هيقوله دلوقتي هواري على لسان احمد فتوح بنفسه، اتفضل. رغم هو تحفظه، ولكن يعني برضو دي لازم اوضح النقطه دي، انا سالته مباشره عن الارقام اللي بتتقال في الاعلام، لان اتقال ان هو طلب 50 مليون منحه تعاقد، واتقال انه طلب 60 مليون منحه تعاقد، واتقال ان هو طلب توتال عقد 150 مليون، واتقال بعد كده ان هو طلب توتال عقد 170 مليون. اقسم لي بالله ان هو ما طلب الارقام ديت. اقسم لي بالله ان هو ما طلب الارقام دي. انا كلمته قبل ماتش او بعد ماتش مصر والجزائر، قال لي انا كنت في معسكر المنتخب 10 ايام، فمش طبيعي ان كل يوم بلاقي خبر جديد ان انا طلبت ازيد. طب انا اصلا مسافر، ف عنده من ينوب عنه برضه، عنده من ينوب عنه، ولكن من ينوب عنه بيرجع له، صح فاهمني؟ لكن هو اقسم لي بالله قال لي انا كل الارقام اللي اتقالت، وانا ذكرت له بالارقام، قلت له اتقال كذا واتقال كذا، قال لي كل الارقام اللي انت بعتها لي دي اقسم بالله انا ما. طب ممكن اسالك سؤال؟ معلش، طبعا فتوح صادق في هذا الامر 100%، بس ممكن ما يبقاش 50 مليون، ممكن يبقى 49، يعني مش للدرجه دي، بس انا يعني طبعا انا ده اسكو، يعني مش الارقام بالظبط، ولكن بس ما هو ايه الرقم بقى؟ يعني ايه الرقم؟ معلوماتك انت ايه الرقم؟ انا كنت اتكلمت معاك ان العرض اللي اتعرض على فتوح، وبالمناسبه اما التفاوض مع فتوح بيتم ان هو باكج كامل مش هيتقسم، يعني ما تجيش تقول لي ان انا مثلا اخد منحة تعاقد كذا، لا انت مثلا انا اخد راتبك توتال مثلا في اربع مواسم 120 مليون جنيه، هو شامل كل حاجه، صح؟ هم ده العرض اللي هم الكلام الاخير اللي اتقال في القصه ديت، اللي انا عارفه او التقسيمه اللي هتحصل ان هي زي ما اتكلمنا فيها قبل كده كريم،
اربع سنين، هم عايزين يبقى اربع سنين مش ثلاث سنين، 19 اول سنه، 20 ثاني سنه، 21، 22، ده راتب صافي. اللاعب مش هيتحمل ضرائب، النادي هو اللي هيتحمل ضرائب. ممكن يبقى في اضافه على العقد كبنود اعلانيه او كمنحه تعاقد، ولكن ممكن تتحط كبنود اعلانيه، وهي 20 25 مليون جنيه على الاكثر، مش اكتر من كده، عشان تتكلم ان لو العقد اربع سنين يبقى توتال العقد مثلا 105 مليون، 110 مليون.